وهنا المشكلة، صعوبة الرجوع للحصان للخلف بالرشمة، لأن المدرب خطأ، لأن رقبته ثقيلة. في مقاطع في اليوتيوب أدخل أجيب الفحل قدام الفحل الآخر أو قدام الأفراس وأرده وراه، مو بس بالرشمة، بأصبع وأنا ماسك الرشمة، بالأصبع فقط صغير تمسك الرشمة، والحصان الثاني برضه فحل قدامه، أوخرهم عن بعض بالرشمة. هذه محصلة نهائية، محصلة نهائية. لماذا؟ لحسن التدريب. فثقل رقبة الحصان من عدمه ما له أي علاقة بالحصان، له علاقة بحسن التدريب. ما صح الخيل تختلف، يعني يخف ذا غير خف ذا، بس بالنهايه مقارنه من نفسه لابد يخف. فعدم رجوع للخلف بالرشمه ما دخل بالرشمه، ما دخل فيك، اللي دخل تدريب الحصان. كل ما تحسن ركوبك كل ما خفت رقبه الحصان. في موضوع عدم الدخول الا عند تركيب الرشمه وحط الاكل وغيره، لا ممكن ادخل انام عنده بعد عادي، بس لابد يكون جاهز للشيء هذا. يعني فرضا لما ادخل حصاني انا شخصيا اكيد بدخل تحته بعد عادي، اني عارفه، عارفه من ناحيه انه مو فقط اني واثق فيه انه ما راح يسوي فيني شيء، فيني شيء، واثق انه لو بغى يسوي شيء اقدر اتحكم فيه، سواء في جود او لغه جسد. لو حاول مثلا يهجم علي فرضا كلعب او سيطره، اعرف اني اطرده بسهوله قد طردته، واعرف انه ما يضرب قد سويت اشياء معينه ما قد ضرب، واعرف اني اقدر اوقفه لو بغيت بسهوله. فما اعتمد على الحظ قدر ما اني اعرف انه لو صار شيء معين اقدر اتحكم فيه. لكن لو حصان جديد ما اعرفه او ما ادري من دربه، حتى لو كان يبدو هادي قدامي، وش دراني انه ممكن في اي لحظه ممكن يسوي شيء معين، ما ادري تقبل التحكم من عدمه. مو مقصد ان عدم الدخول الا لاشياء جديه، اقصد الدخول عند حصان انا ما اعرفه او اعرف في مشكله، مفروض ما يكون الا اشياء جديه. مو معقول ادخل واحس الحصان واخذ راحتي معه واصور معه والحصان درب خطا او ما اعرفه فقط. ما يعني اني خطا عند الدخول، زي المشي ورا الخيل، يقال كانت تمشي ورا الاطفال الصغار بالذات يبالغون في المشي ورا الخيل، يدخلون اسطبل مثلا او استراحه او مخيم الى اخره، في خيل كطفل صغير عاده طريقه تفكيره انه الحصان زي الكلب، انه يجي من وراه او يجي جنبه احسن عشان ما يعضه. بالفعل الحصان قد يعض، لكن اقل خطوره الحصان هي العض، خاصه خيل طبيعيه اللي ما تهجم. المشكله في الرفس. فدائما تعلم الطفل انك لا تجي الحصان من وراء ابدا، ولا تجي من جنب يمين يسار، اذا بتجي تعال من قدام. هو ما يفهم طريقه التفكير، يتوقع انه سوى الامن، والواقع انه سوى الشيء اللي ضره او الخطا. ولكن الشيء اللي ضره او الخطا هذا لو سواه مع حصان ضامنه تغير قواعد اللعبه. بس امشي وراه، امشي وراه وادخل برجول الخلفيه عادي، اني واثق فيه، مو واثق فيه اني ضامن انه ما راح يضرب، ضامن اني قد سويت شيء مقارب للشيء هذا وش نفس الشيء ذا، ولا قد سوى شيء اصلا، وبتوقع انه هادي. فرضا الحصان يبدو هادي عندي، فاقول عادي لو مشيت وراه ما راح يضربني، ممكن في لحظات ينتقل من هادي الى خايف ويجي يضربني. لكن لما اقول قد مريت وراه وانا قاوده، قد مسكت رجوله وراه، قد دخلت تحت رجوله، او سويت اشياء مقاربه للشيء هذا، في فرق بين اني اعتمد على الحظ بناء على اشوف من الحصان، وبين اني اعرف انه حتى لو الحصان سوى شيء بامري لا بتحكم فيه. زي موضوع كسب الثقه لما الحصان يخاف، لما ذكر في فرق بين الطريقه هذه وطرق ركوب الاخرى الصحيحه، ان الحصان اذا خاف هناك تفقد التحكم فيه. فانت لما تجي عند مكان معين مخيف انت معتمد على انه اصلا ما راح يخاف، لكن لو خاف فقدت السيطره. بينما هنا ثقتي في الطريقه هذه مو ثقه مبنيه انه ما راح يخاف، ثقه مبنيه انه حتى لو خاف بتحكم فيه، اني قد تحكم فيه في وضع مقارب. فما ابغاه بس ما يخاف، ابغاه حتى لو خاف اتحكم فيه. كذلك هنا مو بس ابغى ان يمشي وراه ما يسوي شيء، ابغى حتى لو سوى شيء تحكمت فيه. مو بس ابغى ادخل عليه في البايك او البدوك وان شاء الله ما راح يسوي شيء، حتى لو سوى شيء المفروض اكون قادر على التحكم فيه. طب لو ما كنت قادر على التحكم فيه، حصان جديد او مخرب او مدرب تدريب جيء سيء او دقتي مو مضبوطه، اذا اتجنب الدخول بدون اسباب واضحه. ادخل اشياء جديه، ما ادخل لاسباب سخيفه او اسباب مين منطقيه بالنسبه للحصان. ثانيا لو دخلت عند الحصان باسباب جديه يفضل اكون قاوده، عشان لو صار شيء اقدر افك نفسي، وبدخل وبيني وبين الحصان مساحة بسيطة ولا ما معي شيء، خاصة في الباهي ممكن يحشرني في الزاوية أو المعلف إلى آخره، ممكن يؤذيني أو يؤذي نفسه. فمو المقصد أن خطأ الدخول على الحصان في المكان المغلق لفعل أشياء غير الأشياء الجدية زي تركيب الرشمة والأكل وغيره، المقصد أنه عدم فعل ذلك مع خيل مي بجاهزة. خيل مي بجاهزة نوعين، ما أعرفه أو أعرف أنه مدرب خطأ وفي أطباع سيئة، أو أنا ما أنا بجاهز للشيء اللي بيسويه، أو معني وقت أدربه، أو معني الدقة كافية تدريبه إلى آخره. هذا ما يتعارض مع عدم فعل الكلام اللي قلت. اني اقدر اسوي مع خيل انا مدربها عارفها، فطبيعي بدخل الحصان وانا ما عندي بعد عادي، وش وين المشكله؟ بس ما في تناقض بين الشيئين، كلامي ردي على السؤال شيء، وفعلي مع للعكس مع خيل اخرى شيء اخر، لانها خيل مختلفه او اوضاع مختلفه.